محمد، بدايه النادي الاهلي النهارده وطريقه اللعب والتشكيل وبعدين طرد الشوط الثاني احمد فتحي، هي اللي اثرت على اداء النادي الاهلي في خلال المباراه النهارده؟ هو لو يعني خلينا نبتدي من البدايه. طبعا احنا راسين حربه ويكون مثلا جونيور اجاييه هو الراس حربه، انا يعني ايه، مش عايزين نقول ان راسين حربه طريقه مش مناسبه قوي، لا، لان الراجل لعب بيها وكسب بيها قبل كده ماتشات، ولكن تركيبه راسين حربه لما بيبقى جونيور هو راس حربه، وعندك في الاطراف بقى ممكن تحط بقى كهربا في الشمال واحمد الشيخ في اليمين، كهربا في الشمال، جيرالدو في اليمين، عندك 3 4 لعيبه ممكن تنوع ما بينهم، وعندك وليد وقفشه برضو تغييرتين كويسين. اللي انا عايز اقوله ايه، ان وجود جونيور اجاييه وجيرال وباجي ومروان ما خلاش فيه، يعني عارف انت لو كنت بدات بجونيور مع باجي كان يبقى معاك ورقه تانية تزود بيها في الحاله اللي ما تكون المباراه ممكن ما تتحلش يعني. طيب خلينا دي نقطه اثرت شويه. رغم ذلك الاهلي ايجابي طول المباراه، يعني انا شايف برضو رغم ان قله الفرص الى حد ما، بس الاهلي هو اللي عنده الرغبه في الفوز اكتر، هو اللي بيمسك وبيستحوذ، هو اللي عايز يوصل للمباراه، هو اللي فعل والاتحاد رد فعل. طبعا مش بالطريقه المثاليه اللي احنا كلنا نتمناها او يعني كنا عايزينها، لكن عنده رغبه في الفوز وحسم اللقب. طبعا الطرد اثر على اداء النادي الاهلي وعلى شكل النادي الاهلي وعلى تركيز اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، وانا شايف الطرد بصراحه يعني غير مستحق. الكرة الأولى طبعا أنا ألوم شوية على أحمد فتحي، لأن أحمد فتحي خبرة وكان لازم يهدى شوية، الكرة في جنب الملعب مش في مكان خطر، فكان لازم يهدى شوية. إنما الكرة الثانية ما تستاهلش طرد خالص. أنا أعتقد يعني في الكرة الثانية لو دماغ لعيب نادي الاتحاد تحت ركبة أحمد فتحي دي ما فيهاش ضربة جزاء، هو كابتن نصر طبعا هيحسمها. تمام.